أكل. مين ما يحب الأكل؟ في ناس كثير تحب الأكل، وفي أنواع من الأكل زي البيتزا وزي البرجر. أنا ليش حبيت الأكل؟ لأنه من أنا وصغير حاب أسوي برجر وأخليه أحسن من برجر ماكدونالدز. اليوم راح أصنع أفضل برجر بالتاريخ وأقارنه برجر ماكدونالدز. ليش قررت أسوي البرجر حقي وأقارنه بماكدونالدز؟ لما أنا كنت صغير كنت أشوف مطعم ماكدونالدز يقدم برجرات ووضع فلوس وحركات، فقلت أنا أقدر أسوي واحد أحسن منه وأسيطر عليهم وأتفوق عليهم. فاليوم هو اليوم الموعود اللي راح نسوي أول برجر، يمكن يكون آخر برجر. فجبت شخص راح يقرر مين برجره أفضل، أنا ولا ماكدونالدز. بسم الله نبدأ، لا تنسى تتابع المقطع للنهاية عشان تعرف مين الأفضل. قبل ما نروح نطلب الماكدونالدز زي ما تشوفوا هذا العدد المشتركين والمشتركين. فسؤال، ليه انت مو مشترك؟ اشترك يا حبيبي. بسم الله، الحين خلينا نروح عند ماكدونالدز. بس قبل ما نروح عند ماكدونالدز زي ما تشوفوا احنا عند علام الاردن، واليوم هو يوم الاستقلال 77، وكل عام والاردن بخير، يعطيكم العافيه. خلينا نروح عند ماكدونالدز. قول لكم ليش اخترت ماكدونالدز. بسم الله، كنت ماشي وانا جوعان، كنت ادور على مطعم، فشفت مطعم عليه زحمه كثيره، فقلت ايش المطعم اللي مسوي هذه الزحمه، لازم اروح اجربه. بعدين طلع ماكدونالدز، دخلته وطلبت بيج ماك. قاعد استنى الطلب وقلت مستحيل ادخل ماكدونالدز بدون ما اجرب الملاهي حقهم، فاخذت لفه بالزحليق ورجعت اشوف الطلب. وطلع طعمه عادي، فقلت اذا الناس كلها متجمعه هنا عشان هذا البرجر، انا اقدر اسوي برجر افضل منه واخلي الكره الارضيه كامله تشتري من برجري. شفت المواصفات حقت البرجر وقلت ايش البرجر هذا اللي مسوينه، ومره بسيط. ففكرت وقلت شكلي في فكره جتني ببالي، فخلينا نروح نطبقها حتى ماكدونالدز، انه ما في برجر احسن من برجري. بعدين وصل الطلب حقي وفكرت اني اخذه للبيت، وبسم الله ننطلق خلال 3 2 1 الى البيت. بعد ما جبنا برجر ماكدونالدز الحين راح نروح نجيب اغراض البرجر حقي ونسويه. فبسم الله نروح. بعد ما جبنا المكونات جبنا هذا الخبز البرجر اللي جبناه، وهذا البرجر سويناه بالفرن، يعني مو قلي فرن يا حبيبي. اول شيء بسم الله نمسكها كذا، قطعناها. بعدين ايش تسوي؟ نسيت اقول لكم البرجر هذا هيلثي، فراح يكون بدون صوصات بدون ولا شيء. اول شيء احنا حنسوي تريبل برجر، فتحط لي واحده هنا، نجيب طماطمه نحطها كذا، هذه واحده وهذه ثنتين كذا، مسويين قلب. هذا العيون اللي حط لايك واشتراك القلب. بعدين تجيب ايش جبنه، اسمع الطرف يا اسطى، حط الاولى كذا يا اسطى، حطيت طرف، الطرف الثاني تخلي الطبق الثاني، علم بيتزا برجر. بعدين تجيب هذه كذا، واحده هنا وواحده هنا عشان التغطيه. ما عليكم من الحوسه، اهم شيء النتائج. هذه بصقنا ناخذها، اهم شيء النظافه شباب. انا مش لابس قفازات بس يدي نظيفه. جيب الطبق الثاني، اسمه هذا بيج رياني. شوف شوف البرجر، زي ما تشوف هذا البرجر ما شاء الله هاي كلاس. خلينا نسوي مقارنة بين برجري برجر بيج ماك. انتوا ايش رايكم؟ وين برجري وين برجر ماك؟ انا شايف ما في فرق، انا شايف حقي احسن. اكتبوا لي في التعليقات. اول شيء حنخلي الشخص يذوق ومغمض عيونه يعرف مين الاحسن، بعدين راح نشوف مين حقي ومين حق بيج ماك. الحين جبنا لكم هذا الشخص يحب الاكل ويحب ريال مدريد ويكره برشلونه وياكل ملوخيه. الشخص اللي راح يجرب البرجر ريال مدريد او يشجع مدريد. الحين راح اعطيك برجرين ابغاك تجربهم، يعطيك برجر تجربه. قول هذا البرجر اكبر من فمي. تقييمك للبرجر اوكي. One day later. كم تقيم هذا البرجر من 10 اللي اكلته الحين؟ 7.5. 7.5 اوكي. بدي اعطيك البرجر الثاني. عظ يا كبير. ذوق شباب جبنه، مو متذوق، متذوق خبير شيف عالمي، ياخذ نص ساعة بالتقييم. خلاص؟ خذ راحتك، اكيد حقه ابسط حقوق طال عمرك. يلا راح يموت. لا بدي اقيم اللي قبل، رجع اللي قبل. كم بتقيمه؟ قيم هذاك 9.5. هذاك 9.5. طب مين تتوقع البرجر حقي والبرجر حق ماكدونالدز؟ ماك. طب اي واحد حقي واي واحد حق ماك؟ في الطابق
طماطم. كلهم فيهم طماطم. حقي فيه طماطم ولا ايه؟ ثاني واحد اكلته هو حق ماك. ايوه. متاكد؟ اخر كلام. شباب. طيب ابغاك تشيل القناع والحين ابغاك تختار مين تتوقع حقي ومين حق ماك بالعين. حقك وعلى حق ماك. شباب اهم شيء شرف المحاولة. لا لا هوهوهوهو